تصير ثورة، وهذه ثورة لا تبقى ولا تذر. أنا خلي أقول لك يعني أكو فرق شاسع إذا صارت ثورة في المستقبل. المستقبل ما أقصد به المستقبل هو ضمن حكومة الأخ محمد الشياع، بل قد أبعد من هذا الأمر، لأنه البلد رح يتعرض إلى انهيار اقتصادي مو قبل بال 2030، يعني بهالحدود هذا يتعرض إلى انهيار اقتصادي مدمر يعني، وهذا طبعا رح يؤدي إلى حدوث ثورة. وهذه الثورة مثل الثورة مثل ما تفضلت لا تبقى ولا تذر، وهاي معنية مو هاي الثورة أنه فقط الناس يقومون بها بالشارع، لا لا لا، أنت تقوم بيها وأني أقوم بيها وكل الناس، لأنه هذا بلدنا، هذا إحنا ما مستعدين أن نقبل هذا بلدنا يجون هؤلاء الفاسدين ويفسخون بلدنا ويسرقون كل موارد البلد. نعم. هاي ما نقبل بيها يعني، وبالتالي أصلا واجب علينا، مو واجب يعني، هذا لأنه هذا انتحار يعني إذا تركنا البلد. نعم بالفترات السابقة يمكن كان البلد عنده إمكانيات ضخمة، ما كان ينخاف من المستقبل، مستقبل إحنا معتمدين موارد النفط، موارد عالية، زين ما يهم يعني تصير عثرات، أكو ناس صح أنه في فقر مدقع، ولكن بالنهاية هاي الأمور كلها ممكن أنه نخرج من عندها. ولكن الآن صحيح هي الفترة مو قريبة يعني، فترة 2030 يعني، ولكنه على مستوى حقيقة فترات الأوطان والمجتمعات العشر سنوات هي قريبة مو بعيدة يعني، على مستوى عمر الأفراد إيه طبعاً. ليش 2030 يعني؟ وبالتالي نحن إذا ما تحرك أي حدود 2030، لأنه تعرفون 2030 بعد راح ينتهي شيء اسمه وقود سيارات، هاي راح تنتهي، وانتم كما تعلمون انه الان النفط بالعالم من ينتج 67% من النفط العالمي يحول الى وقود سيارات. اي شخص يقدر يدخل بالانترنت ويطلع يفتش عن برميل النفط، انه برميل النفط كيف يقسم هذا البرميل يعني، فيشوف انه بالارقام يعني واضحه 67% هو وقود للسيارات، فراح توقف قضيه وقود السيارات، راح تنتهي هاي القضيه يعني. فبالنهايه راح يصير الحاجه راح تقل، ومو بس الحاجه راح تقل، وانما بالاضافه انه تقل الحاجه الاسعار راح تقل يعني، زين، ومو بس الأسعار راح تقل، أكو راح يبقى هذا السوق الضيق اللي هو يشكل ثلث السوق الحالي. أكو كثير من الدول فكرت بطريقة مسبقة ورتبت أمورها بحيث تستولي على أكثر هذا السوق، والعراق طبعا ما يفكر بهذه الطريقة، العراق جدا بعيد، العراق في عالم آخر ملتهين بوق وسرقات، وهذا للأسف الشديد يعني، فما مفكرين هاي، وما عندنا خطة اقتصادية يعني. اللي أنا في تصوري نصيحتي إلى السيد رئيس الوزراء أن يسعى وبكل سرعة لوضع خطة اقتصادية كما فعلت الآن. منو فعلها؟ أنا خليني أقول لك منو فعلها. السعودية فعلتها، الإمارات فعلتها، الكويت فعلتها، قطر فعلتها، حتى الجزائر همينة سوتها، زين. أما نحن لا، نحن هيك، إحنا الآن مو بس العراق. أنا خليني أقول لك الآن التقارير الدولية تشير إلى أنه هناك 5 دول معرضة إلى انهيار كامل، انهيار اقتصادي كامل خلال فترة عقد من الزمان. هذه الدول هي ليبيا وفنزويلا والعراق ونيجيريا وأنغولا. ليبيا وفنزويلا ما ممكن الخروج يعني، هذا متجهين يعني بقوة بهذا الاتجاه، ليبيا لأنه دولة مقسمة وحرب بيها، فنزويلا ما يقدرون لأنه أمريكا علت عليهم حرب شعواء يعني، والآن فنزويلا دخلت بهذه الانهيار لأنه كان إنتاجها النفطي 3 ملايين برميل، انسحبت الشركات الأمريكية، وقفوا تصدير أي معدات أو شيء تساعد في استخراج النفط، فنزل من 3 ملايين إلى 1 مليون برميل باليوم. أما العراق ونيجيريا وأنغولا، هذه 3 دول المشكلة الحقيقية الموجودة بها هي مشكلة الفساد، هي مشكلة واحدة يعني، وبالتالي هذه الدول أيضا كلها سائرة نحو الانهيار.